السلام عليكم. لو انت كنت متابع كورساتنا هنا في القناة عن الماركتينج اناليتكس، فانا جاي النهاردة عشان اقول لك خبر كويس جدا، وهو ان كل كورساتنا الخاصة بالماركتينج اناليتكس بقت موجودة على موقع يوديمي، وهتقدر ان شاء الله ان انت تحصل عليها من اللينكات اللي هتلاقيها تحت الفيديو ده. ولكن قبل ما تنزل تحت الفيديو وتضغط على اللينكات وتعمل لايك للفيديو بالمناسبة، تعال اقول لك على القصة كلها وليه احنا حطينا كورساتنا على موقع يوديمي. ولو انت اول مرة تشوفنا، انا ايهاب شفيق، وهنا في القناة بنتكلم عن كل ما يخص الاونلاين بيزنس والماركتنج والاي كوميرس والدروب شيبنج والماركتنج اناليتكس بشكل خاص. فلو انت مهتم باي حاجه من الحاجات ديت، مهم ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جايه، وخد لك جوله في القناه شوف فيديوهاتنا اللي فاتت، ويلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم مره تانية. طيب، كورساتنا بقت موجوده على موقع يوديمي، فانت اكيد دلوقتي بتسأل هل هي مجانا ولا مدفوعة، وهل الكورسات دي هتظل موجودة هنا على قناة اليوتيوب ولا لا. مبدئيا كده اجابة السؤال الاول، فهي للأسف مش هتكون مجانية. كورس واحد بس هو اللي هيكون مجاني، وهو كورس الاساسيات في جوجل اناليتكس. كورس اساسيات جوجل اناليتكس اللي هو كان 9 حلقات دوت، ده هيكون مجانا على طول ان شاء الله على موقع يوديمي. واما باقي الكورسات فهي هتكون مدفوعة، لان حتى سياسات يوديمي نفسها بتمنع ان اي كورس يزيد عن الساعتين ان هو يكون مجانا. ولكن هنوفر لكم ان شاء الله كوبونات خصم 100% بحيث ان انتوا تاخدوا الكورسات مجانا تماما، ودي اللي هتلاقوها تحت الفيديو دوت. ولكن طبقا لسياسات موقع يوديمي، ما نقدرش نعمل في الشهر غير 3 كوبونات خصم مجانيه، وكل كوبون فيهم يستفيد بيه 1000 شخص فقط. يعني في الشهر كله نقدر ندخل على كل كورس من كورساتنا 3000 واحد بشكل مجاني. طبعا احنا بنجيب مشاهدات اقل من ديت اصلا على اليوتيوب يعني، فمبدئيا ال 3000 دول هيكفونا وزياده. وبكده انت اكيد عرفت اجابه السؤال التاني اللي كنا بنقوله من شوية، هل الكورسات هتفضل موجودة على اليوتيوب؟ كل حاجة هتفضل موجودة زي ما هي هنا على اليوتيوب، وكل الحلقات بتاعتنا هتفضل موجودة. وهنا انت اكيد بتسأل نفسك سؤال، امال ليه احنا خدنا الخطوة دي؟ يعني ليه قعدنا عبد الرحمن اللي هو الراجل اللي ماسك المونتاج هنا في القناة يقعد يعمل ريمونتاج للفيديوهات كلها عشان تتناسب مع منصة يوديمي، ويقعد بقى يشيل الاي اللي فوق وزر الجرس والحاجات الخاصة باليوتيوب ديت يشيلها من الفيديوهات كلها ونعيد رفعها كلها هناك تاني؟ ليه عملنا كل وجع القلب ده؟ الحقيقة عملنا الموضوع دوت لعدة اسباب. اول سبب فيهم هو التشتت. اليوتيوب بالتشتت، انت وانت قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي دلوقتي هتلاقي اليوتيوب بيقترح عليك فيديوهات حوالين الفيديو دوت، واللي على الاغلب هتكون فيديوهات ترفيهية، لان اصلا منصة اليوتيوب مبنية على الترفيه، هي منصة ترفيهية مش تعليمية. وبالتالي وجودك على اليوتيوب هنا بيشتتك، ممكن تبقى بتتفرج على الفيديو بتاعنا وتسيبه وتروح تتفرج على فيديو تاني خالص، او ممكن ان انت مثلا خلصت الحلقة 7 من كورس الماركتنج اناليتكس مايند سيت، وتيجي بعد يوم ولا اتنين داخل عشان تكمل الكورس، فتقعد تفتكر هو انا كنت واقف عند انهي حلقة، وممكن وانت لسه بتفتح اليوتيوب يقابلك فيديو ترفيهي تقعد تتفرج عليه وتفوق بعد ساعة ولا اتنين وتسأل نفسك هو انا كنت فاتح عشان ايه اساسا. ولكن على منصة تعليمية متخصصة زي يوديمي الكلام دوت مش موجود. انت قاعد بتدرس الكورس، مفيش اي فيديوهات مقترحة، مفيش اي اعلانات حواليك، انت ماشي في مسار محدد معاك، بتخلص فيديو تخش على الفيديو اللي بعديه. وممكن اننا كمان نحط مقالات او اسئلة جوه بنية الكورس نفسه، وكمان موجود عندك بروجريس بار فوق بيقول لك انت خلصت مثلا 17% من الكورس، تخلص حلقة كمان تبقى انت مثلا خلصت 20%. تقفل خالص يوديمي وتيجي تفتح بعد يوم ولا اتنين يرجعك عند نفس النقطة اللي انت كنت واقف عندها، هتقدر ان انت تنجز بشكل احسن وبدون تشتت. وده كان اول سبب ان شاء الله ان انتوا تعرفوا تدرسوا كورساتنا بدون تشتت. ونيجي لتاني سبب معانا خلانا نحط كورساتنا على موقع يوديمي، وهو الشهادة. لان انت ان شاء الله لما هتدرس الكورس بتاعنا على موقع يوديمي، وبمجرد الانتهاء من الكورس هيتكريت لك الشهادة بتاعتك اللي بتقول ان انت انهيت كورس مثلا الماركتنج اناليتكس مايند سيت، او الماركتنج اناليتكس فول كورس اللي احنا عاملينه حاطين فيه كل الشغل بتاعنا في كورس واحد. وفي ناس بتحب وبتهتم بموضوع الشهاده دوت، وبتعتبرها مايلستون او هدف ان هو خلص الحاجه الفلانيه، انجز الحاجه دي. فعشان تحصلوا على شهادات بالانتهاء من الفيديوهات بتاعتنا، فاحنا حطينا الفيديوهات على موقع يوديمي، وان شاء الله تقدروا تحصلوا على الشهادات بعد ما تخلصوا الكورسات بتاعتنا. وهنا بقى لعلك كده بتسال، بتقول طب هم استفادوا ايه من الموضوع دوت؟
احنا يعني استفدنا ايه. وهنا انا هقول لك واحنا يعني كنا استفدنا ايه هنا في قناة اليوتيوب، وانما على موقع يوديمي هتكون الاستفادة الاكبر ليكم انتم ان شاء الله، بان انتم تقدروا تدرسوا بشكل منظم وتحصلوا على شهادة زي ما قلنا. لكن دوت لا يعني ان احنا مش هنحصل مكاسب، احنا ان شاء الله هنحصل مكاسب معنوية مش مادية، زي برضو اللي احنا بنحصلها هنا ان شاء الله في قناة اليوتيوب. اولهم ان احنا هنتواجد على منصة جديدة بالنسبة لنا، منصة تعليمية متخصصة اللي هي موقع يوديمي، بعيدا عن التواجد الحالي بتاعنا اللي هو اغلبه على السوشيال ميديا. فاننا نتواجد على منصة تعليمية ده حاجة كويسة بالنسبة لنا من الناحية المعنوية زي ما قلت لك. وكمان وجودنا هناك هيمكننا اننا نحصل على تقييمات ايجابية منكم ان شاء الله، ان على اليوتيوب الحمد لله ناس كتير استفادت من الكورسات بتاعتنا وكانت بتعبر عن امتنانها وعن استفادتها من الكورسات ديت في هيئة لايك او كومنت على الفيديوهات. هناك بقى ان شاء الله هتتمكن ان انت تكتب لنا تقييم وتعمل لنا تقييم ايجابي بخمس نجوم على الكورس بتاعنا على منصة يوديمي. وانا ادعوكم كلكم لو انت كنت خلصت الكورس بتاعنا هنا ان انت تروح تاخده من اللينكات اللي هتلاقيها تحت الفيديو دوت، تاخده ان شاء الله بشكل مجاني، وان انت تعمل لنا هناك تقييمات ايجابية على موقع يوديمي. فدي الفايدة الحقيقية اللي ان شاء الله هتتحقق لنا، والفايدة الاكبر ان انتوا تحصلوا على اعلى استفادة ان شاء الله. وبعدين مين عارف، موارد ان واحد فيكم كده يحاول ان هو يدعم القناة فيتجاهل كوبون الخصم ويشتري الكورس بسعره الكامل. طبعا لو حد عمل كده احنا مش هنزعل يعني، ولكن احنا اول باول هنوفر لكم الكوبونات المجانية، خصوصا اننا ما تعودناش اننا نتكلم على موضوع دعم القناة ومش دعم القناة. يعني حتى هنا في القناة عندنا العضويات المدفوعة اللي هي زرار جوين اللي جنب سبسكرايب دوت، عمرنا ما اتكلمنا عنها خالص ولا قلنا لكم ادخلوا في العضويات المدفوعة وادعموا القناة، ولا حتى فكرنا او حطينا مجرد احتمال ان كورساتنا على يوديمي تكون مدفوعة او اننا نشيلها من على اليوتيوب. ان شاء الله احنا راضيين بالمكاسب المعنوية اللي هنحققها، وان شاء الله هنكون مبسوطين اكتر بتقييماتكم وبالمنفعة اللي انتوا هتحققوها هناك، ومن حصولكم على شهادات للكورسات بتاعتنا ومن دراستكم هناك بتركيز اكتر. ده كده كل اللي عندنا النهاردة. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، يا ريت تنشر الفيديو دوت عشان اكبر عدد من الناس يستفيد بالكوبونات المجانية اللي موجودة تحت الفيديو دوت، ولو الكوبونات خلصت اكتبولي في التعليقات عشان نعمل كوبون جديد ونحطه مكان القديم هنا في صندوق الوصف. وطبعا لو ما كنتش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية، وخد لك جولة في القناة، شوف فيديوهاتنا اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي، واشوفكم كمان ان شاء الله على موقع يوديمي. سلام عليكم.